باسكال مشعلاني بقت معانا على الهواء عشان نبارك لها اكيد على نجاح العمل. مساء الخير يا باسكال. مساء الخير باسام، منورانا حبيبتي كالعاده. ثانك يو كيفك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. عايزه اكلمك في البدايه طبعا على العمل والنجاح اللي الحمد لله قاعد بيحققه العمل، بس قبل ما اتكلم عن تفاصيل كليب عايز اسالك عن الاغنيه نفسها، اغنيه دخيله الله باللهجه البدويه. كلمينا شويه عن كواليسها، ازاي اخترتيها، ليه اخترتي العنوان ده بالتحديد؟ ما في حدا منا اذا بيشوف شيء حلو او بده يعبر بقول دخيل الله. صح، ولك دخيله شو حلو او دخيل الله. او اول ما سمعت الكلمه صراحه حبيت الكلام الغنيه، وانا كان لي فتره عم فتش على اللهجه البيضاء من بعد يا مدقدق بن عمي وكثير اغاني قدمتهم، فدغري حبيتها. يا ريح الشمالي ويا ريح الجنوبي، يعني فيها الكومبينيشن اللهجه البيضاء اللي نحن كثير بنحبها. صحيح، وحسيت انه هلا وقت انه انزل بلهجه البيضاء او البدويه اللي كثير صراحه عم بيطلبوني كانوا فيها. وهيك صارت دغري استوديو ونفذنا وعملنا هالعمل الحلو وصورنا مع زياد خوري. طب عايزه اكلم معاكي شويه عن التفاصيل، تفاصيل الاغنيه نفسها في التصوير. شو يعني كيف صار التصوير وهالقصص؟ بالضبط. اوكي، بس ليكي بس انا عم بتطلع هون او هون او هون، انا ضايعه وين بدي اطلع؟ في النص، بالضبط في النص، مظبوط يا جماعه، في النص. ايوه بالضبط في النص، اكزاكتلي. ولا يهمك حبيبتي. صراحة هالمرة أنا مع زياد خوري حبيت إني أنا حبيت فكرة الكاميو والتبن وحبيت البقية، حبيت المزرعة. أنا اخترت شوي يعني إذا بدك شوي اخترت موديل شعري، المكياج، اللبس، حاولت هيك شوي إنه مثل ما بكون كاجوال كل يوم طلع اللي أنا بحسه يعني. وحبيت إنه يكون أنا لبسة مودرن مع الفيلج، يعني أعمل كومبينيشن كليا. لو قلت لك فيك تعملي دبكي وخيمه، لا انا حبيت اكسر يعني نعمل الكومبينيشن ما يكونوا مثل بعضهم. والحمد لله كثير الناس حابين الجو، حابين الكاميون، التبن، التصوير والغنيه، بالاخص الغنيه. الحمد لله، وانت قمر عموما في كل احوالك، باي لوك باي ستايل عموما يعني. طيب عايزه اتكلم معاكي كمان على توزيع الاغنيه، احنا عارفين اللي وزع الاغنيه هو زوجك ملحم ابو جديد. اول حاجه عايزه اعرف مين فيكم بيعذب الثاني اكتر في الشغل قبل اي حاجه؟ انا اكيد. انت اكيد؟ ها؟ اكيد. بنوجه له تحيه طبعا. تسلمي. لا يعني بعذبه بالشغل مش بعذبه بالحياه، عسل بعسل عايش، بس انه الشغل لا بدي اغير، رجعت نغير توزيع، ما حبيت هون، يعني كيف بتصير القصه انه تغييرات اكثر، هيدا اللي بعزبه فيه، بس غير هيك لا ما بعزبه صراحه يعني. حلو، طب احكي لنا شويه كمان عن كواليس التعاون بينكم في الاغنيه نفسها، وكمان الاغنيه اللي قبلها اغنيه استنى طبعا اللي كانت كمان برضو من الحان وتوزيعه. اوكي، هيدي قولي يا هلالا او دخيله الله، لانه انا حتى سالت الجمهور بدكم يا هلالا او بدكم دخيله الله، يومتها قالوا لي دخيله الله، اتكلنا على دخيله الله. وسام الامير الملحن عملها. اجواء حلوه كانت. انت كنت عم تسالني كيف كانت الاجواء تبع استنى او دخيله الله؟ الاثنين معاه. تبع اي وقت؟ الاثنين معاه. الاثنين معاه بالضبط. استنى لحنه كانت كل شيء مودرن، كل شيء كليا صيف، وطلعت ليريك سونج وطلعت بلا مكياج، طلعت فيري سمبل. بينما دخيله قال كليا غير، اشتغلنا تحضير للقصه مع زياد خوري، نفذنا كيف بدنا يكون التصوير، يعني كليا غير بعضهم يعني. بفتكر انه دخيله الله اخذت شغل اكثر، لانه التصوير غير، التوزيع غيرناه مرتين ثلاثه، يعني كان فيها شغل اكثر. طب باسكال الاغنيه فكرتنا لما اتفرجنا عليها على طول باعمالك القديمه اللي الناس كانت بتحبها ولسه لحد النهارده بجد بيحبوها بيفتكروها، زي مثلا اغنيه خياله، فليه اخترتي اللهجه البدويه زي ما قلتي بالتحديد لتاني عمل تقدميه بعد رجوعك المره الثانيه للنشاط الفني؟ لكن بس ما في شك انه انا نجحت بكثير اللهجه البدويه. صحيح. يعني انا دقدق بن عمي اللي من 4 سنين تصورت بالجبل وبالبوسطه، دقدق على قلب دقه يا جده، كثير حبيب قلبي، هي اللهجه البيضاء كثير بترحلي وكثير بيطالبوني فيها، بس ما كنت عم لاقي الشيء اللي بحبه.
بس اول ما سمعت دخيله الله حبيت الكلام، حبيت اللحن، لانه مش دايما بتتوافق باللهجه البيضاء، يعني صحيح. بدك شيء تحس انك حبيتيه. صراحه انا انغرمت فيها للغنيه، حبيت كلامها، اللحن، طريقه التوزيع، وبحبها. ما بعرف يعني حسيت انه هلا بدي انزل هاللهجه اللي كثير عم بيطالبوني فيها. وانت حسيتيها؟ طب عايزه اقول لك حاجه، احنا طبعا الناس كلها عرفتك وحبيتك قوي بكل الهجات اللي انت غنيتيها وخاصه اللبنانيه. امتى هنسمع اغنيه لبنانيه جديده؟ اوه في كثير، لكن انا محضره 12 اغنيه. 12 ايه، بلشنا جنان بجنان، رجعنا استنى هلا دخيله الله رح يرجع. في كثير اغاني، في رومانس لبناني، في كلاسيك، في بوب، في مصري، في بلدي. هلا كل ثلاث اشهر رح يكون في اغنيه، وفي كثير اغاني رح تكون، لانه تعود فترة الكورونا اللي ما طلعت فيهم صراحة من البيت قد ما انا جبانة يعني جدا، يعني اغلبنا اغلبنا انا يمكن اكثر، يعني انا يجيني سفر ما اروح شوفي لحديت وين، واو، لانه انا عندي حساسية وبتضايق منها، فكنت كثير خيفانة، فالله يخلصنا منها وترجع الحياة حلوة يعني. امين. طب افهم منك، كل ثلاث شهور في اغنية جديدة، هل هيكون مع كل اغنية جديدة في فيديو كليب جديد ولا بس الاغاني هتنزل؟ لا تقريبا بلشنا هلا الكليب، انه يكون في شيء عم بتحضر كلاسيك سون باستديو، شيء فكره كثير مهضومه، في وحده جنون يمكن تتصور بمصر ان الله راد. كل ثلاث اشهر خلص قسمناهم، بس يمكن مثلا ما نزل بوب بتكون ثاني وحده يمكن كلاسيك، يعني هون حسب السوق وشو انا لاحظ. طب في اي حفلات قريب هتكون؟ شي بتونس ان الله راد، وفي بمصر ان شاء الله. باسكال انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده، وكالعاده نورتينا، والف مبروك مره تانية على الاغنيه والكليب. ثانك يو لكم، وان شاء الله الايام الجايه تكون افضل وافضل لكم ولنا ان شاء الله يا رب. نورتينا، ميرسي ليكي، باي باي.